المستقبل مستقبل واعد. فأكثر من 300 مؤسسة صناعية دخلت الخدمة هذه السنة، هذه 300 مؤسسة سمحت بخلق يعني العديد من مناصب الشغل، فيه كذلك مؤسسة يعني مؤسسة كبيرة، مؤسسة فيات كذلك الذي هي المصنع يعني تقريبا راه أكثر من 45% أو 50%، وستنتهي به الإشغال يعني في الشهور القليلة القادمة وسيدخل الخدمة، ولا محال أنه سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من جهة، وسيساهم كذلك في خلق كذلك فرص العمل للشباب والشابات الجامعيين والجامعات في الجميع في العديد من الاختصاصات، لأن تصنيع السيارة ليس هو فقط هو صناعة، بل هو كذلك تسيير، بل هو كذلك يعني اقتصاد، بل هو أمور كثيرة وكثيرة جدا. فكذلك الانتهاء من المحطة كذلك نتاع التحلية اللي على مستوى كابلون اليوم راه يتخدم يعني عدد كبير كذلك من اليد العاملة، وعند دخولها كذلك الاستغلال راه يتدخل كذلك العديد كذلك من الإطارات المتخصصة، سواء الإطارات الجامعية أو اليد العاملة البسيطة. فنظن مثل هكذا مشاريع تنموية هي التي ستسمح لنا بالقضاء على البطالة في السنوات القليلة القادمة. كما أقول أن المستقبل واعد وواعد جدا.